اللهم ارحمنا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيم. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفان، سلبتكم بالطفوف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى أعماري، لا تلد هاشمية علوية، إن تركتم أمية بقراري طاطئ الرؤوس، إن رأس حسين
رفعته على القناة خطاري لا تمد لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبال ثم انثنى يقول هتكوا هتكوا عن نسائكم كل خدر هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار شأنها النوح ليس تهدأ آنا عن بكى بالعشي والإبكار راسك مشاوي الحرام للشام يا حسين وجسمك يظل بكربلاء من غير تجفي شذنبك يا خويا تموت ضامي القلب مذبوح وتبقى ثلاث ايام فوق الترب مطروح يحق لي يا خويا على مصابك ما تركنا حوية ترضى يا خويا بلا ولي تمشي النساوي بعد صوتك صوتك ناداها من فوق الرموح الله يرعى الصبر يا اخويا وسلم امرك المولى راسي على راس الرموح الرايح وياك وياك شبر العائلة ويتنا ليطيحوا بعد يا زينب يا اختي استعدي للهضم والهضم جدا ملازم يودونك سبي المجلس الشا ولأهلك تسمعين المساء باب مجلس العام وهناك تلقين العذاب أشكال وفنو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله.
وإنا إليه راجعون. السلام عليكم خزان العلم ومنتهى الحلم. يقول إمامنا في هذه الزيارة المباركة: خزان العلم، يعني الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت خزانا لعلمه عز وجل. علماءنا يقسمون العلم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري. العلم الحصولي علومنا نحن بني البشر، كيف نحصل على علومنا؟ أنت الآن لما مثلا تسافر إلى بلد معين ترجع بعض الأحيان تشرح المكان الفلاني في ضريح، المكان الفلاني في زيارة، المكان الفلاني مثلا أكو فد جبل، المكان الفلاني أكو أشجار. هذه المعلومات حصلت عليها بانطباع تلك الصور في ذهنك، يعني الصورة تنطبع في الذهن فتحصل المعلومة، يسمونه علم حصولي. وأكو علم يسمونه علم حضوري. شايف الألم لما يحصل عندك بالجسد، تروح للطبيب تقول له: يا دكتورنا يا طبيبنا، مثلا في صدري ألم، في قدمي ألم، في ظهري ألم. هذا مو صورة الألم اللي انطبعت في ذهنك، وإنما نفس الألم شبيه حاضر عندك، يسمونه علم حضوري. لذلك احنا ايش نعتقد؟ نعتقد ان علم الله تبارك وتعالى شبيه علما حضوريا. ماكو اي، كل علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري، يعني كل الموجودات، كل المخلوقات، كل الخلائق حاضرة بوجوده وبحضوره تبارك وتعالى. البعض لا، اجى قسم غير تقسيم، قال مو هذا التقسيم. اي تقسيم؟ قال أكو علم يسمونه علم إلهامي وعلم يسمى علم تعليمي. شنو العلم التعليمي؟ إحنا نتعلم من أنزل مرحلة بالمجتمع إلى أعلى درجة علمية بالمجتمع، يعني من هذا الطفل اللي بالروضة وبالصف الأول ابتدائي إلى القمة الهرم، من هو؟ إلى المرجع. من أنزل مستوى إلى أعلى مستوى. علومنا شلون نحصل عليها؟ نحصل عليها عن طريق أن الطالب يحضر عند الأستاذ فيدرس عنده ويتعلم ويحصل على أي نوع من أنواع العلوم. هذا العلم يسمونه علما تعليميا. وأكو علم يسمونه لا، علم إلهامي. شنو علم إلهامي؟ احنا عندنا علم إلهامي لو ما عندنا بني البشر العوام؟ لا عندنا، بس بحدود معين، حد معين شوي، اللي كثير من المسائل بحياتك تعرفها انت يسمونها بديهية، ما درسناها مو؟ يقول هذا شيء بديهي يحسنه الإنسان بفطرته. يعني شنو يحسنه الإنسان بفطرته؟ يعني إلهام من الله تبارك وتعالى. هذا الطفل من يريد يطيح من فوق مرتفع يمسك يخاف. من اللي علمه؟ من اللي درسه وفهمه أن السقوط خطر عليه؟ الله تعالى ألهمه. مو بس احنا ألهمنا، حتى الحيوانات عندها إلهام، لكن قلنا بحدود معينة. الحيوان هذا اللي يختزن طعامه بأيام الصيف إلى أيام الشتاء، من اللي علمه؟ الله تعالى ألهمه. إحنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نعتقد أن علوم أهل البيت علوما إلهامية. واحد يجي يسألنا يقول: شيخنا، أنتم تتكلمون عن أن أهل البيت كانوا جامعة علمية كبرى، وكان المعصوم يدرس وابن المعصوم يحضر عنده، مو اكو هيك روايه لو ماكو؟ مو استاذهم رسول الله؟ مو استاذهم امير المؤمنين؟ صح هذا الكلام لو مو صح؟ لك نعم صحيح، لكن علوم اهل البيت يحصلون عليها بطريقين: الطريق الاول التعليم، والطريق الثاني اي هو؟ الالهام. لكن التعليم بأعلى مراحل التعليم، يعني طريق التعليم اللي يحصل به أهل البيت اللي يحصلون عليه هذا المستوى أعلى درجات التحصيل العلمي، بعد ماكو فوقه مستوى أعلى.
لأنه أنت ارجع، من هو الأستاذ؟ الأستاذ رسول الله، والأستاذ أمير المؤمنين، والأستاذ هذول أساتذة قمة الهرم، قمة المجتمع البشري في العلم، فليس فوقهم مستوى علمي. بعد هسه أكو مستوى علمي فوق مستوى رسول الله؟ ماكو. مستوى علمي فوق مستوى علي بن أبي طالب؟ أكو؟ ماكو. لذلك الإمام زين العابدين شي يقول للعمة زينب، عمة زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. يعني شنو؟ يعني جاي يقولها عمة زينب أنت عندك علوم من القسم الأول اللي هي علوم إلهامية، وعندك علوم من القسم الثاني اللي هي علوم تعليمية، لكن علومك الإلهامية بأعلى مراحل الإلهام، وعلومك التعليمية بأعلى مراحل التعليم. لذلك نعتقد أن علم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إنما هو علوم إلهامية، بتلك العلوم الإلهامية جعلهم الله تبارك وتعالى خزانا لعلمه. أمير المؤمنين يقول علمني حبيبي رسول الله، أمير المؤمنين يقول علمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم، من كل باب يفتح لي ألف باب. شنو يعني؟ يعني جاي يقول أمير المؤمنين علمني حبيبي رسول الله ألف رمز، يعني الباب يعني رمز من رموز العلم، علمني ألف رمز من العلم، من كل رمز يفتح لي ألف رمز من العلم. لذلك قال سلوني قبل أن تفقدوني. وين أكو ناس تفهم علي بن أبي طالب؟ وين أكو ناس تعرف قدر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ سألوني قبل أن تفقدوني، سألوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. آية في القرآن، أمير المؤمنين يقول آية في القرآن ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. شنو هي يا أمير المؤمنين؟ قال آية النجوى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. صدقة. حاصل القضية أن الأمة اللي كان يعيش معهم النبي، هل المجتمع اللي كان يعيش رسول الله بين أظهرهم، ما كانوا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون رسول الله حق معرفته، تعاملهم ويا النبي كان تعامل كسائر بعضهم مع البعض الآخر، مثل ما يتعامل ويا راعي المحل ويتعامل ويا الإنسان اللي يبيع ويشتري والخضار والبقال والتاجر، يتعامل ويا النبي. لذلك لما يجون يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقفون وراء الجدار، عندهم مسائل، شو يصيحون؟ يصيحون يا محمد اخرج إلينا، عندنا مسألة نريد أن نسألك. بهالطريقة يتعامل. ستة إذا عندك مسألة تروح للعالم، تريد السئلة مرجع عالم، شلون تروح له بأدب باحترام بخلق عظيم خلق عالي، تقعد يم العالم، تقعد يم رجل الدين، يقول له مولانا شيخنا سيدنا عندي مسألة جاوبني عليها من رصدك. أما أنت توقف برا تقول له شيخنا أطلع لي عندي سؤال، هذا إذا كان مشين مع العالم، فكيف إذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا رسول الله اخرج إلينا، عندنا مسألة، تعال أريد نسألك فد مسألة. الله سبحانه وتعالى أراد أن ينظم حياتهم، يعلمهم كيف يتعاملون مع رسول الله اللي هو أشرف الخلائق أشرف الموجودات. قالهم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني من تجون تريدون تسألون النبي سؤال لازم تدفعون شنو؟ تدفعون صدقة، مو هيش تجي قبل براحتك تصيح تعال. يا ايش قالوا الناس؟ قالوا ما دام صار بيها دفع صدقة لا ندفع الصدقة ولا نرد السؤال. هاي الناس كلها ما دخلت على رسول الله ولا سألوا،
تقول الرواية ما عمل بها غير أمير المؤمنين، استقرض دينارا وباعه بعشر دراهم، وش سوى؟ يقول كنت أدخل على رسول الله في النهار مرة وفي الليل مرة، يخليني معه فأدور معه حيثما دار فأنهل من علمه. لذلك شنو قال؟ قال علمني حبيبي رسول الله ألف باب، بذلك جعلهم الله تبارك وتعالى خزانا لعلمه عز وجل. وهي صارت من الميزات لأمير المؤمنين، اللي أحد الخلفاء يقول ثلاثة كن لعلي لو كانت لي واحدة لكانت أحب إلي من حمر النعم. شنو هنا؟ قال تزويجه من فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى ما عمل بها غير علي بن أبي طالب. عجيب، أي وين شانت المسلمين؟ وين شانت الناس؟ نايمة غافلة؟ يقول ما عمل بها غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال الذي عنده علم من الكتاب، هاي المن شنو هي؟ تبعيضية، يعني جزء من علم الكتاب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن عندنا علم الكتاب. الإمام الصادق يقول ولدني رسول الله وأنا عارف وعالم بالقرآن وفيه بدء الخلق وما كان وما يكون إلى يوم القيامة. يقول الإمام أنا عالم وعارف بالقرآن وما فيه وفيه بدء، يعني يقول الإمام احنا كل شيء بالقرآن عارفينه. والقرآن شو يقول؟ في آية في القرآن تقول فيه تبيانا لكل شيء. إذا القرآن فيه تبيان لكل شيء والأئمة عارفين بالقرآن، معناه شنو؟ معناه الأئمة يعرفون بكل شيء. لذلك مستحيل أن ترى رواية أو حديثاً في عند العامة والخاصة تقول مثلاً إن الإمام يسأل عن مسألة فيتوقف عن الإجابة عليها. هذا التاريخ بين يديك، ابحث. مستحيل أنك ترى رواية أو حديث تقول إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمام معصوم من الأئمة المعصومين، سئل عن مسألة فلم يجب عليها. أكون مثل الكلام صحيح؟ دور هذا التاريخ بين يديك، ما راح تلقى مثل عند العامة والخاصة، عند المخالف والمؤالف. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شكت شان أكو حكام وقضاة وحكموا بما لم ينزل الله تبارك وتعالى أحكام جائرة. هسه كم حكم حضر أمير المؤمنين؟ يدخل أمير المؤمنين إلى مجلس أحد الخلفاء يشوف القضاة قاعدين يحكمون، شنو هذا الحكم؟ خمسة أشخاص حكموا عليهم بالقتل. أمير المؤمنين قال هذولي شنو سووا الخمسة حتى أنتم حكمتوا عليهم بالقتل؟ قالوا له يا علي يا أبا الحسن هذولي خمسة أشخاص ارتكبوا جريمة الزنا والعياذ بالله. قالوا متالي؟ قالوا حكمنا عليهم بالقتل. أمير المؤمنين خطأهم، قال هذا مو صحيح. قال له شلون يا أمير المؤمنين مو صحيح؟ خمسة ارتكبوا نفس الجريمة. قال هذول أحكامهم مختلفة من شخص إلى آخر. قالوا ما هو الحكم يا أمير المؤمنين؟ خمسة نفس الجريمة أحكامهم مختلفة. قال إيه نعم أحكامهم مختلفة. بين أن يا أبا الحسن قال الأول يقتل. ليش يقتل؟ قالهم لأنه كافر ذمي، ومن شروط الذمة والمعاهدة أن لا يفجر بمسلمة، فإذا فجر بمسلمة كان حكمه القتل. الثاني قال الثاني يرجم. ليش يرجم يا أبا الحسن؟ قال يرجم لأنه مسلم شبي متزوج وقد ارتكب جريمة الزنا فحكمه الرجم.
الثالث قال الثالث يجلد 100 جلدة لأنه مسلم غير متزوج فحكمه الجلد. الرابع قال الرابع عليه نصف الحد، نصف 50 جلدة. ليش؟ قال لأن هذا عبد والعبد يقام عليه نصف الحد. الخامس قال الخامس يعزر والتعزير يرجع إلى الحاكم الشرعي هو اللي شخص إيش قد يكون التعزير. لذلك قال ليس من معضلة إلا ولها أبو الحسن، عندهم علم كل شيء، علم الكتاب بأكمله. سواء واحد يقول يعلمون الغيب، لا مو يعلمون الغيب، علم الغيب شيء وعلم الله تبارك وتعالى وإلهام الله لهم شيء آخر. واحد يجي للإمام الكاظم يقول له يا ابن رسول الله يدعي البعض أنكم تعلمون الغيب، قال معاذ الله ما هي هذا، والله ما بقيت شعرة في جسدي إلا وقفت، نحن لا نعلم الغيب وإنما ما نعلمه بتعلم من الله تبارك وتعالى. يعني شنو؟ يعني إحنا عندنا علم كل شيء لكن منين؟ من الله تبارك وتعالى. خزان العلم يا علم، علم الله تبارك خزان العلم. لذلك يوسف يقول أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من رأسه. نيه لك هذا يا نبي الله؟ قال ذلك مما علمني ربي. نبوءات كثيرة عند الأئمة وعند الأنبياء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيبوا للحسين وقد ولد الساعة، يأخذه ويحتضنه ويقبله وهو باكن. أم سلمة تقول له يا رسول الله ليش هذا البكاء وإن الوليد قد ولد الساعة توه مولود يا رسول الله وأنت تبكي عليه؟ قال بلى يا أم سلمة، لقد أخبرني حبيبي جبرائيل بأن ولدي هذا مقتول مخذول في أرض كرب وبلى. نفس الحسين تنبأ بمقتله، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. مو يا أبا عبد الله إذا أنت رايح إلى القتل والقتال والشهادة لما حملت هؤلاء النساء والأطفال معك؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. الله أكبر، وأي سبايا أعظم من هؤلاء. يقول حميد بن مسلم كنت واقفا يوم هجم القوم على خيام الحسين صلوات الله عليه ونادى المنادي أحرقوا بيوت الظالمين. يقول هاي الخيام خيام الحسين، يقول الشاعر ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء ولهن وعليل، ما حد بالخيمة إلا نساء وأطفال، وإذا بالقوم هجموا بالنار على خيام آل رسول الله. يقول نار وتشب الخيمة وبالخيمة نساء وأطفال، شو يسوون؟ تدري بني آدم روحه عزيزة عليه. يقول فرين فرين لكن بيا الله أكبر فرين فرين لكن بيا حال من طاح الولي فرين وبذاك الفل يا مولا يا مولا يظل غدا يفتر. يقول مو هنا المصيبة، المصيبة هذول الأطفال والنساء والعيال شلون راح يطلعون من كربلاء؟ يقول لما أصبح صباح 11 أقبلوا بالنياق الهزال إلى النساء والأطفال. يقول تلك النياق مو النياق اللي إجوا بها إلى كربلاء، لا لا إنها نياق نزيل بعير ضالع بغير وطاء ولا غطاء. يقول أخذت مولاتنا زينب والإمام زين العابدين يصعدون النساء والأطفال.
يقول إلى أن صعدت كل العائلة بقي الإمام زين العابدين ومولاتنا زين. الإمام يقولها عمة أنت امرأة خلي أركبك وأنا أبقى تباصر مع القوم. مولاتنا زينب تقول له يا ابن أخي أنت عليل مريض نحيل ما تقوى على الصعود خلي أصعدك وأنا أسير مغني. يقول الحنا إمامنا يريد يصعد عمته زينب لكنه كان مريضا مرتجفا ما تمالك نفسه سقط إمامنا زين العابدين على وجهه على الرمض. يقول لما أراد الظعن أن يسير الخيام بعيد عن ساحة المعركة هذه اللي تنادي على الحادي تقول له يا الحادي مر بي على ولدي. هاي تقول له يا الحادي مر بي على والدي. هذه تقول له يا الحادي مر بي على اخي. زينب لفت للحادي وقالت له يا حادينا مر بحومة الميدان خلي نودعها لينا. تقول له بالله عليك يا الحادي مر بينا على وليانا وشب الهزل ساعة وبمسراه نتوان. نشتردين يا زينب قالت نريد نروح للوليان نخبرهم بممشانا. يا حادي الحرام مهضومة تريد تروح للحومة تشوف أهلي تظل نومة يا تنهض تلوح الخيل ويانا وتبارين. الحادي كان ما يسمع لكن زينب تقول له سولف لك يا هالحادي لما انشنت بالكوفة ابوي على الخلق سلطان بيامه المعروفة من يجبل علينا العيد 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 تحب الواد مجفوف. شريدون يا زينب يقلول نسانة تريد تعيد زينب بهالعين تحب من الجدم وليد منك نطلب الرخصة تعيدها وترد لين. تقول له زينب أبوك يقبل النساء يدخلن عليك لو ما يقبل. تقول له يا حادي أبوي الفحل ما يرضى يخليهن يعيدني خايف للزلم يرحن ويحجن من يشوفني عقب ذاك الخدر والعز يسمعن عالهزيل ون. لكن هذه الكلمات أثرت بالحادي. شو يقول السيد رحمه الله؟ يقول الحادي من سمع زينب مر بالضعن عالحومة زينب شافت الوليان كلها على الأرض نوم تتهاوى الحرم قامت والعبرات مسجوم. ايش سوت ايش سوت؟ يقول زينب لمت العيلة وراحت للمسناية شاطئ العلقمي وقفت يا مبو فاضل وشالت بيدها الراية. صاحت زينب صاحت قول
وسبايا تقول له يا حادي يا حادي الضعن عباس مربي والله مربي 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 انا مالي قلب امشي وخلي يا خي وشفيني وعتبي علي بعد اكم نادت يا الحادي مربي على ولدي واذا بها ليلة نادي يا الحادي مر على الاكبر اريد اودع ولدي تقول له يا جمال يا جمال ضل عليك تاجي يا جمال ضل عليك تاجي على ابني علي حلو المحاجي المحاجي تخلينا اريد اشبع بواج هاي من هي هاي ليلى رملة هم تريد تشوف ابنها هم تريد تودع ولدها صاحت يا جمال بطلع عليك واني كل مرد ناشد جاسم ابني ابني مهرباك يا مدلل تعبني صح دور ليلى نزلت زينب تجمع النساء مرة تجيب الرباب مرة تجيب ليلى مرة تجيب رملة يلا يا بنات يا أخواتي اصعدوا نريد نمشي الحادي يريد يسير زينب تتفقد النساء والأطفال وإذا بيفتقد الطفلة صغيرة للحسين سكينة أين أنت يا نور عيني وينك يا سكينة رجع زينب تدور شافتها نايمة على جسد أبوها الحسين يقول كل ما نادتها كل ما رادت تاخذها ما قبلت الطفلة نايمة على جسد أبوه يقول أقبل شمر لعنه الله نادى قومي يا ابنة الخارجي الله أكبر يسبوا خارجي بقل يقول أخذ جرها وهي الطفلة ماسكة ولازمة على جسد أبوها يقول أخرج صوته أخذ يقرع سكينة بالصوت على جسد أبي هاي الطفلة يطقها بالصوت وجرها ماخذها من جسد أبوها لكن هي تعاين لأبوها تقول لأبويا أبويا أبويا برضاك يا رغما عليك جرني الشمر من بياندي بويا يجرني الشمر من بيانديك انا اصرخ وادير العين بويا ليك وادري بحميتك ما تخليك بويا ما تخليك لكن معذور يا الحزوري هذه يتامى ان كنت الوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي الهنا بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه إلهنا لا تخرجنا من مجلسنا هذا ولا تفرق جمعنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام إلهنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا إلى أمواتنا وأمواتكم السامعين المؤسسين أما شيعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.